ننتقل لسؤال صفحتنا والسؤال التفاعلي على صفحة بيتكم عامر. ما هو ترتيبكم بالعائلة بين إخوانكم وأخواتكم؟ وهل لترتيبكم أثر على شخصيتكم أو نفسيتكم سلبا أو إيجابا؟ خلينا نشوف تفاعلكم على الصفحة. يلا أم يوسف بتقول أنا البكر أول وحدة، طبعا غلاوتي غير، كانت عند أبوي الله يرحمه واسمي على اسم ستي، هذا بيعطيكي دفعة زيادة بالحب والغلا، كان الله يرحمه يحكي هاي أم الجميع، حتى عمامي بيحكوا أمنا هاي غلاوتها غير شكل، الله يرحمهم جميعا. وطبعا الأم بتحب كل أولادها بس البكر شكل تاني. الله يحفظك يا أم يوسف. وطبعا البكر سبحان الله بيكون هو اللي يعني اللي عاطينه زي ما تقولوا دفعة كبيرة من الثقة والحماس، وبيطلع غير، بيطلع متحمل مسؤولية. نشوف رسالة أخرى. غفران بتقول أنا تاني واحدة بإخواني وأول واحدة بالبنات، بس بحس إنه لأن لا أنا مظلومة ولا أنا مدللة، لأنه في مواقف بدها حزم ومواقف بدها رخاوة. ممتاز يا غفران، وإن شاء الله يا ربي هيك دائما تكوني من المدللين ومن الحازمين ومن اللي دائما هيك بتعطيكي مكانتك بالأسرة قوة وإيجابية عالية. يعني بنشكر تفاعلكم مشاهدينا الكرام عبر صفحة بيتكم عامر وعلى السؤال التفاعلي، وبتمنى دائما تشاركونا بمشاركاتكم واقتراحاتكم على صفحة بيتكم عامر على الفيسبوك. لهون بيكون انتهى مشوارنا لهذا اليوم، أترككم في أمان الله وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.